تعال 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 اقعد هنا، تعال تعال ما تخافش. قلق انا قلق. انت ما سلمتش على الشيخ الازهر ليه؟ انت جننت. هو انت بتدور على اللي يحرق دمنا وتعمله؟ بتدور على اللي يفرسنا وتدوس فيه؟ الراجل واقف لك على الباب عشان يستقبلك. طب احترم سنه، طب احترم مكانة الازهر اللي هو بيمثله، طب احترم نفسك. ما تعرفش تحترم نفسك يا داخل تشاور لهم بايدك؟ هاي شله جت هواكسة اللي عاوزه خلف بالمنظر ده. بعدين تعالى هنا، تعالى تاني ما تخافش. جاي دلوقتي تدور على السياحه ومطلع الاعلاميين الارزوقيه بتوعك يعيطوا عليها ويقولوا اليونان احسن مننا في ايه؟ تركيا تزيد عننا في ايه؟ هو انت نسيت مين اللي اخترع الارهاب المحتمل؟ وفضل شغال عليه لحد ما بقى امر واقع؟ عاوز السياح يقولنا ازاي بعد ما شردتنا؟ طب نسيت مين اللي دمر الطياره الروسيه؟ ومين اللي منع التصوير في شوارع مصر وسلط الداخليه عشان تمشي ورا اي حد وورا اي سايح رفع الكاميرا بتاعته؟ نسيت؟ ولا لما فلست وبقيت مش لاقي الدولار بدات تقول كنت فين يا سياحه لما كنا مرشدين؟ حاجه كده زي كنت فين يا خشب لما كنا مسامير. تعال يا تعال تعال تاني تعال. انت هتخاف واحنا لسه قلنا حاجه. انت مطلع كمان كامل الوزير عشان نقول للشعب لولا الجيش ما كانتش رجعت سينا. لا يا شيخ، هو انتوا مش هتبطلوا جهل بقى؟ هو مين اللي ضيع سينا اصلا سنه 67؟ ماما نجوى؟ ولا ماما عفاف الهلاوي بتاع السينما الاطفال؟ يكونش بقلوز هو اللي ادى امر الانسحاب العشوائي سنه 67؟ ولا بوجي وطمطم في رمضان؟ ولا عمو فؤاد راح الاستاد؟ ولا انتوا ايه؟ وبعدين مش الشعب ده هو اللي بيديك ضناه عشان تجنده في الجيش؟ ما هو ده الجيش، ومن قوت عياله كمان بيديك ضرايب تشتروا بيها اسلحه. طب بتشتروا اسلحه ليه؟ تتصوروا جنبها ولا تلعبوا بيها بدل البلاي ستيشن؟ عشان تاخدوا عمولات وسمساره وانتوا بتشتروها وكده، عشان كده بتعتبروا استعاده سينا تضحيه. تضحيه الشعب عشان ابوكوا، تضحيه لازم الشعب يشكركم عليها. وشكل الشعب قريب قوي هيشكر لك يا كامل على طريقه امام بحر درويش. انا فكت سجنه ولا اسره ولا يقوموا السلامه بعد اللي عملتوه فيه. بقول لك يا كامل، تعال 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 ما تخافش. لا خلاص مفيش. طب وانتوا في عز ما بتذلونا يا كامل كده عشان استعدتوا سينا، ما بتفكروش تعملوا حاجه بخصوص سد النهضه؟ ولا الموضوع ده ما فيهوش سمسره وعموله؟ اوعوا تكونوا قبضتوا فلوس في موضوع سد النهضه زي ما قبضتوا من السعوديه في الجزيرتين. اصلكم في البيع يا كامل، ما تتوصوش حقيقه يعني. تعرف لو كنتوا في السلطه وقت حرب اكتوبر اثناء ساعه الصفر كان زمانكم بعتوا الساعه للامارات. ومش بعيد كمان تبيعوا خطه الحرب اللي وضعها الفريق سعد الدين الشاذلي في البورصه طبعا. واكيد اكيد كنتوا هتدوا اوامر للجنود اول ما يعبروا الضفه الثانيه يعملوا كافيهات عشان اللي يعوز مشاريب اثناء الحرب ولا حاجه. والكباري اللي عبرت عليها الدبابات اكيد كنتوا هتبنوا عليها كشاك عشان تاخدوا من اي جندي عاوز يعبر كارثه. امال ايه؟ 80,000 جندي عبروا في 10 جنيه كارثه، والدبابه تاخدوا عليها 30 جنيه عشان الوزن. سبوبه حلوه برضه تقضوا بيها مصلحه في العاصمه الاداريه. يا وكسيتي، انتوا اخر ناس ممكن تتكلم عن حرب اكتوبر او عن تضحيات الابطال اللي زي سعد الدين الشاذلي والجمصي ومحمد علي فهمي وابراهيم الرفاعي وغيرهم وغيرهم. عارفين ليه؟ عشان انتوا فرطتوا في كل اللي ضحوا هم عشانه، بعتوا كل اللي نضلوا هم من اجله. بس نقول ايه؟ اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. تعرف اعتريس بخصوص انهم لو كانوا في السلطه وقت حرب اكتوبر كانوا باعوا ساعه الصفر للامارات. لا هم كانوا هيبيعوا لها الساعه بس. انما الصفر بقى كانوا هيخلوه لنا احنا، بس هيزوقوه الاول بقى ويركبوا له زينه وكهارب ويعملوا له افتتاح
ويطلعوا احمد موسى بقى وعمرو اديب يتكلموا عنه على اساس انه انجاز من الانجازات. يا وكستي،